اخوتي واخواتي الكرام، عدنا لكم من جديد، معكم عبود. اما اليوم يا اخوان راح اتكلم لكم عن الجيش الهمجي. الجيش الهمجي بارع في اساليبه الاجراميه وفي الضغط على افكارنا. في كل مره بنحاول نستقر او نتعايش باقل امكانيات، علما انه اقل امكانيات هي خيمه ما بتقويك من برد الشتاء او بتحميك من حر الصيف، تمام، وانه اقرب مكان بيبعد مئات الامتار عشان تحصل على الميه، وابصر اصلا في كهرب، تمام. بيعتمد قوات الاحتلال على تهجير النازحين من مكان لاخر لا يوصلهم لمرحلة الانكسار. بس اللي ما بيعرفوا الجيش الغبي انه احنا شعب اكتر براعة في التعايش في يعني في المستحيل، بنتكيف في ظل انعدام جميع مقومات الحياة. يعني احنا عايشين على المستحيل، تمام. حربنا كل اشي، احتسبنا قتلانا شهداء ودعينا لجرحانا بالشفاء، وانه كل هدم لبيوت ابتلاء والتجويع ابتلاء والحصار ابتلاء. فما بظن انه هذا الجيش الهمجي، الجيش الجبان، انه يكسر ارادة هيك شعب، انه يهزم هيك شعب، تمام. احنا هالغزة مستحيل انه جيش غبي زي هذا، جيش لمم من جميع دول العالم انه يهزمنا، جيش مرتزقة اصلا، تمام. سلام.